الزحمه اللي بره دي. الزحمه اللي بره دي حرام على الشعب. هم لهمش لازمه اصلا اللي قاعدين بره دول. دول 40 عربيه في 40 بني ادم واقف 800,000 بني ادم بيجيبوا 400 كرامه. هنا مفيش كرامه، هنا الناس نظيفه وفرش نظيف ودنيا نظيفه. زحمة كان كتير حصل بقى. ليه؟ يكسب عبد عشان الناس تحسب السوق هيقفل امبارح يوم الجمعة بره. لكن البضاعة كتيرة؟ لا البضاعة كتيرة الحمد لله. يلا واسعار يعني زي اي يوم عادي. تنصح الناس بايه يعني؟ تنصح الناس بايه؟ انصح الناس ان عادي الايام زي بعضيها، والسلعة لما يكون عليها ضغط لازم تغلى. حلوة يعني انزل اشتري كل يوم في يوم، لازم تكون تاخد بتاع بكره وبعد، لا خد كل حاجه فريش عادي.